مشاهدي قناة اليوم 24 مساءكم سعيد، مرحبا بكم أينما كنتم في هذا المباشر من مدينة طنجة. في البداية تقبل الله صلاتكم وقيامكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. إذن مشاهدينا الكرام، ننقل لكم على المباشر أجواء ممطرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية التي تجتاح منطقة مدينة طنجة، كما هو معلوم، كما أشارت إليه نشرة إنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية. إذن كما كان متوقعا، فقد أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات مطرية قوية جدا محلية رعدية قد تصل مقاييسها إلى 130 ملم، وهبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار ما بين 75 و95 كم في الساعة مرتقبة ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر بأن التساقطات المطرية القوية جدا محليا رعدية ستتراوح مقاييسها ما بين 90 و130 ملم مرتقبة بكل من عمالات وأقاليم شفشاون، تطوان، والعرائش، والحسيمة، وطنجة أصيلة، وذلك ابتداء من الساعة 6 من مساء يومه الجمعة وإلى غاية منتصف ليلة الأحد. وأضافت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية بأن التساقطات مطرية قوية جدا مع مصحوبة برعد من مستوى اليقظة البرتقالي تتراوح مقاييسها ما بين 40 و60 ملم مرتقبة أيضا بكل من عمالات وأقاليم وزان والفحص أنجرة والمضيق الفنيدق والقنيطرة وتونات وتازة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يومه الجمعة. إذن أنتم معنا على المباشر مشاهدي قناة اليوم 24، ننقل لكم الأجواء الممطرة التي تعرفها مدينة طنجة في هذه الأثناء. مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية هذه الأمطار، ولله الحمد ستشمل معظم أقاليم جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، وكذلك في العديد من مناطق المملكة ابتداء من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية منتصف ليلة يوم الأحد، كما يرتقب تسجيل تساقطات مطرية من 30 إلى 50 ملم بكل من الرباط وسلا وصخيرات تمارة وبن سليمان والمحمدية ومديونة والدار البيضاء والنواصر وبرشيد والجديدة وسيدي بن نور وأسفي وخنيفرة وإفران، وذلك ابتداء من الساعة 6 من صباح يوم غد السبت إلى غاية 6 من مساء نفس اليوم. كما أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي إلى أنه من المرتقب كذلك تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار سيصل ما بين 75 و95 كم في الساعة بكل من عمالات وأقاليم الحسيمة، شفشاون، تطوان، والمضيق، والفنيدق، والفحص أنجرة، وطنجة أصيلة، والعرائش، والقنيطرة، والدريوش، وفيقيق، وجرادة، وتوريت، وكرسيف، ووجدة أنقاد، وبولمان، وصفرو، وتازة، وإفران، وتنغير، وورززات، ومدلت، والراشدية،
بالإضافة إلى مدن الراشدية وزاقورة وطاطا ومكناس وفاس وملعقوب وتونات وخنيفرة والناظور ودركان، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية منتصف ليلة يوم غد السبت. كما يتوقع أيضا تسجيل الظاهرة الجوية نفس السبت بكل من عمالات وأقاليم وزان والحاجب وسيدي قاسم وسيدي سليمان والرباط وصخيرة تمارة والسلة والخميسات وابن ملال وأزيلال وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات ومديولة والنواصر والجديدة وسيدي بن نور والمحمدية وبن سليمان وبرشيد والدار البيضاء واليوسفية وأسفي وشيشاوة وقلعة سراغنة والحوز ومراكش والصويرة والحملة. كما أشير على أن سوء الأحوال الجوية كذلك تسببت في إلغاء بعض الأنشطة الثقافية الرمضانية التي كانت مبرمجة يوم ليلة يومه الجمعة، وكذلك تم إيقاف الدراسة ببعض المناطق النائية بكل من تطوان وطنجة وشفشاون بصفة مؤقتة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي ستشهدها مدن الشمال خلال نهاية هذا الأسبوع. فمزيدا من الحيطة والحذر مشاهدينا أينما كنتم معي، تحية لكم أينما كنتم، كان معكم محدثكم على الهواء عبد الملك العاقل من طنجة، إلى اللقاء.